الحكومة الإلكترونية في العراق مشروع طال انتظاره، فمنذ أكثر من 10 سنوات يسعى العراق إلى تفعيل مبدأ التحول في التعاملات في دوائر الدولة والوزارات من الورقي إلى الإلكتروني لتوفير الوقت والجهد والمال للحكومة والمواطن في آن معا. لكن الذي حدث على الأرض طوال هذه السنوات مؤتمرات تجريها الحكومات فقط تحث فيها الدوائر على التحول الإلكتروني دون أن تضع بنى تحتية رصينة لهذا المشروع. رغم ذلك عملت بعض الدوائر والوزارات في تطبيق جزء يسير من المعاملات الإلكترونية، لكنها كانت محفوفة بالمشكلات، ولعل تعطل الإشارة في دوائر المرور خير دليل على ذلك، والأمر ينسحب على كل الوزارات الأخرى. بحثنا في أسباب تأخر تطبيق مشروع التحول الإلكتروني الحكومي فلم نصل إلى أكثر من وجود عراقيل لجهات متنفذة لا يروق لها أن ينجز المواطن معاملته بسلاسة دون أن يتأخر في طوابير الوباء على أبواب الوزارات، وفي ذلك منافع للفاسدين كثيرة، في مقدمتها ابتزاز المواطن وإجباره على دفع الأموال مقابل إنجاز معاملته. ومن هذه القصص الكثير تحدث بشكل يومي في العراق، واليوم لم يجد المواطن بدا من أن يتلوع بين نيران انتظار حكومة إلكترونية موعود بها وبين سعير مزاجية الروتيني في دوائر الدولة. لبرنامج دينار علي الجميلي، العراقية الإخبارية، بغداد.